نعم، أولا اسمح لي أني ما أتفق مع الأخ أحمد نعم في موضوع أنه أصل الخلاف مذهبي. ما في شك أن هناك تباينات ثقافية ومذهبية وعقائدية في بعض الأحيان. نعم. وعقائدية نعم. هذا موجود، ولكن أنا أعتقد أنه أصل الصراع هو المشروع السياسي. المشروع السياسي الإيراني يقوم على الامتداد وعلى النفوذ وعلى الإلحاق وعلى توسيع مدى الجمهورية الإسلامية، واستخدم في ذلك مبدأ تصدير الثورة، وهو ما في شك أنه أداة من أدوات تحقيق هذا النفوذ. تصدير الثورة، تصدير المذهب على كل حال. وأنا لا يعني لا أنفي أنه هذه الأداة تستخدم في تنفيذ المشروع الإيراني، تطييف المنطقة، مذهبة الصراع من أجل الاستحواذ على الأغلبية الشيعية في العراق والأقليات الشيعية في غيرها. وهذا يعني على كل حال تكتيك إيراني معروف وملاحظ ومرصود. طيب، لكنه جملة الصراع صراع سياسي. فيما يتعلق بعلاقة المملكة العربية السعودية مع الشعوب العربية، نعم أخي الكريم، المنطقة اليوم تعاني من التفكك، وتعاني من ضعف النظام السياسي العربي ومن أدوات التمثيل الشرعي للشعوب العربية، وبالتالي من الصعب الاستجابة للمفاهيم التي يطرحها الأستاذ أحمد بطريقته. ولكنه على كل حال المملكة حتى ونابت عن نفسها ودافعت عن مصالحها، فهي بالتالي تنوب عن جزء كبير من المنطقة وعن أخوانها العرب وعن الدولة الوطنية العربية في الشرق الأوسط. فنجاحها بالتأكيد أنه سينعكس إيجابا على الآخرين، وغير ذلك سينعكس سلبا على المنطقة. على كل حال أنا أعتقد أن المملكة العربية السعودية هي اليوم جزء من العداء الذي تكنه إيران لها هو وقوفها في وجه المشروع السياسي الإيراني، هذا واضح، وتصديها بالقوة الصلبة لهذا المشروع، لأنها تعتقد أنه تمدد إيران على تخومها شمالا وجنوبا وشرقا هو ما في شك مصدر تهديد للأمن القومي السعودي وبالتالي الأمن القومي العربي.